الروائي المصري يوسف زيدان صاحب رواية عزازيل الصادرة عن دار الشروق في القاهرة، فليتفضل. لما انهيت دراستي الجامعية كنت مشبع بالتصوف ومتعلق بالصوفية، وكانت زياراتي لمقر الطريقة القدرية هي دي الأيام الأجمل في حياتي. فصار من حيث لا يدري أو لا حيث يدري هو قادري محض، لأن القادرية عندنا اتباع الكتاب والسنة وتحقيق الشرع لا أكثر ولا أقل. هذا الحال الصوفي انطوى في, في, في لحظة حتى أنا فاكرها كويس، كانت مجلة إبداع يمكن تاني او اول عدد مش فاكر، لما تولاها احمد عبد المعطى حجازي كان فيها مقال الجنجاني عن صبرة وشتيلة، وكان هو بدأ المقال بعبارة لرئيس وزراء اسرائيل بيقول فيها ناس غير يهود قتلوا ناس غير يهود فما شأننا نحن. وطبعا في المقال بيحكي الفظائع اللي حصلت، وكل ما بتقدم في النص كل ما بتنقشع الطمأنينة الداخلية اللي طالما كنت مستمتعا بها. من بعدها درست تاريخ العلوم، نشرت الشامل أكبر موسوعة علمية يكتبها شخص واحد هو ابن نفيس، اهتميت بابن الهيثم والرازي مع التصوف. أنا بدأ شغلي في مكتبة اسكندرية سنة 1994، كنت مستشار للتراث والمخطوطات، وبدأت في تكوين نواة من المفهرسين والمحققين. في خلال 5 أو 6 سنوات أصبح عندنا أهم مكان للترميم في منطقة الشرق الأوسط، وكنت متصور إنه خلال 5 أو 6 سنوات هعمل فهرس كامل لمصر. طبعا كنتش عارف الصعوبات الهائلة اللي في الموضوع ده، وانه في ناس كان يهمها ان تفضل الحاجات دي كده بهذا الشكل. فقضيت يمكن 15 سنة في فهارس المخطوطات في سوهاج وفي دمنهور، اكتشفت عن مخطوطات كتير قوي كانت غير معروفة. وقفت بقوة ودفعت ثمن غالي لمافيا تجارة المخطوطات. في منتصف التسعينات أنا أخرجوني من الجامعة وأنا بدرس، ليه؟ قال علشان لما جم يعينوني ما كنتش عملت جلسة استماع يتأكدوا من خلالها ان انا اقدر اقول محاضرات، مع اني كنت شاركت في عشرات المؤتمرات الدوليه، وبهذا السبب خرجت من الجامعه. والاستاذه دي بتعمل ايه جوه كده لوحدها في الفرن ده؟ ده فيه دخان طالع اهو حاجات. بعمل معجل موضه عشان الورق ده مش هينفع ينزل فول تريتمنت في ميه، فبحط لها امونيا. من المخطوطات اللي ما انساهاش ديوان سلام ابن جندل. الخطاط فنان او الناسخ فنان، بيخرج من النمط وبيكتب بخط ثلث. طبعا خط ثلث جميل اصلا، انما بيقدم لوحات فنيه مش صفحات مكتوبه. العمل في التراث والمخطوطات هو اهم عامل
مؤثر في كتابتي الروائية أو الإبداعية، اللي هو أصل الأدب لغة واللغة تراث والأدب وعي خطاب، والوعي ده لا يمكن إنه يتشكل ابتداء من اللحظة الراهنة. احنا امتداد لزمن طويل، الزمن الطويل ده مكتوب في المخطوطات. ولذلك كان ظل الأفعى أو الأعمال يعني، وبعدين عزازيل، وبعدين النبطي اللي بشتغل فيها، كلها مرتبطة على نحو ما بشغلي في المخطوطات، ومرتبطة بهمي الأول إيصال فكرة التراث للناس المعاصرين. لازم أكتب وأنا في حالة طهارة كاملة داخلية وخارجية. يعني لو اتغصت من حد ما اكتبش، يعني انتظر او اناضل نفسي لحد ما ده يتبدد، علشان ما تقديش الكتابة مظلمة. البحوث العلمية كتابتها تختلف عن الكتابة الابداعية. ففي البحث مثلا اقدر اتنبأ، يعني اقدر اقول انه هذه الدراسة هتستغرق حوالي شهرين وانها تكون في حوالي كذا صفحة. في الادب لا، لان هناك يعني خليني اقول انبثاق او ظهور مفاجئ للتعبيرات وللمشاهد ايضا، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بمسار السرد لأي عمل أدبي. فمثلا لما ببدأ ظل الأفعى، أنا في ذهني قبل الكتابة أعمل حاجة عن الأنوثة المقدسة، وإنها تكون على قسمين، قسم نظري وقسم في حكي. فببدأ أشتغل على الاثنين علشان أنتهي إلى نقطة التقاء في منتصف الرواية نفسها. ظل الأفعى كان يرمز بها الأفعى للأنثى، ويدافع عن قضية إشكالية وهي أولوية هيمنة المرأة في ما قبل التاريخ من ناحية الجموسة على الجنس البشري، وامتلاكها للقوة لتوجيه هذا الجنس، والعنفوان لاستعادة مكانتها القديمة. لكنه أسرف كثيرا في الجرعة الفلسفية المباشرة، قصدت كسر البنية المعتادة للحكي العربي اللي بيبدأ بمقدمة وحدث بيتصاعد وبعدين بتنتهي، الصيغ اللي هي المعروفة دي. ظل الأفعى كان زي ما قال النقاد يعني صادمة، ويمكن الصدمة دي كانت أحد الأهداف اللي بسعى لها من خلال الكتابة، لأنه بشوف إنه الراكد من الأفكار لو لم يصدم بقوة على مستوى الوعي فلن يؤثر تأثيرا جيدا. وبمناسبة ظل الأفعى، في ناس كتير متصورة إنه عزازيل هي اللي حققت الرواج الأعلى وان ظل الافعى اهملت. هذا غير صحيح، لانه هناك كتابات كثيرة عن ظل الافعى، وهناك ايضا طبعات. يعني انا بالصدفة عندي طبعة اولى وثانية من نفس الرواية وثالثة من عمل واحد خلال سنتين، وكلها طبعات واسعة الانتشار. اذا لا وجه للشكوى او للتوهم من انه ظل الافعى يعني لم تلقى اهتماما كافيا، هذا غير صحيح. الرواية التالتة اللي بكتبها حاليا عنوانها النبطي. دميانة كانت تعرف كل شيء، ما يقال وما لا يقال. تزوجت قبل 3 أعوام حين كنا في حدود 15 من عمرينا، فقد ولدنا في شهر واحد في السنة التي ملك فيها الملك المسمى هرقل بلادنا الواسعة وكل النواحي التي حولها. لم أضحك منذ رحلت
دميانة عنا بصوت عال. هي مناقشة أو رؤية أو استبصار للفترة اللي سبقت فتح مصر أو غزو مصر. اعتقادي الخاص إنه ما نعرفه عن فتح مصر وما ندرسه في مدارسنا وما هو موجود في الكتب لا يعدو كونه فيلم كرتون وساذج ومضحك، والوقائع التاريخية الخاصة بهذا الموضوع لا تفسر شيئا. النبطي بتكشف عن هذه المسألة من خلال سيرة حياة البطلة، ولكن بنشوف من خلال الوقائع ومن خلال الإنسان اللي هو البطل كيف حدث فتح مصر. من تاريخ ما قبل الديانات في ظل الأفعى إلى القرن الخامس الميلادي في عزازيل، إلى القرن السابع الميلادي الأول الهجري في النبطي، إلى العصر الفاطمي في عمل تالي يعني، إلى التداخل بين الزمانين المملوكي والعثماني ليس في مصر وحدها في المنطقة ككل، إلى ما يسمى بعصر النهضة الحديثة، إلى ما يحدث اليوم في تلك المخابئ التي يلجأ إليها الشباب المعاصر ويتم صياغة وعيهم فيها. يعني هذا ما أنويه مستقبلا أو امتدادا يعني لما سبق في المستقبل، إنما طبعا يعني لم تعد عندي هذه الطمأنينة بالآتي. مساحة اللاهوت ومساحة التاريخ نفسه في عزازيل حوالي يمكن 10% من مصر. تم إهدار 90%. طبعا في البداية في أول شهرين أو ثلاثة أنا كنت متصور إن الخلاف حقيقي، فكنت يعني بهتم بمناقشته، بعدين اكتشفت انه هي اتهامات وخلاص واصرار على اخراج الرواية من روائيتها. يوسف زيدان يمتلك ناصية الفن الروائي، يروي بلسان الشخصية الاساسية في الرق في مجموعة الرقوق الكثيرة التي يزعم انه تركها محفوظة في صندوق معين، وهذه حيلة تجعله يكتب رواية حديثة وليس رواية تقليدية تضع أيدينا على المكونات الحياة البشرية اليوم والأمس وغدا، وهم يأتون إليها بمنطق الحماس والغيرة والدفاع بطبيعة الحال عن مملكتهم المقدسة، ولا يعرفون أن الخيال والفنون الروائية والإبداعية لها منطقها المختلف عن منطق الدعوة، فهم يناقشون الشخصيات على أنها حقيقية، وهذه السذاجة مفرطة، هي شخصيات متخيلة في نهاية الأمر. عندما يكون التعصب وسيلة للدمار وللقهر وللإفلاس الروحي، الرواية مكتوب في أول صفحة فيها في إهداء لآية بنتي بقول لها ان تلك يا ابنتي آيتي التي لم تجعل للعالمين. لم يكن في ذهني اني بكتب عمل جماهيري ولا عشان تكون الاكثر مبيعا ولا بتصير، لا، هذه رواية عن انسان، عن الانسان مطلق الانسان، فيها فلسفة كتير وفيها تاريخ وما فيهاش حواديت، وبالتالي لم اكن طبعا أتوقع لها الانتشار الواسع ده وعشرات الآلاف من النسخ وعشر طبعات في عام واحد وأكثر من 200,000 عملية تحميل
من على الانترنت. ما اعرفش، مش هو ده المطلوب من عزازيل. المطلوب انها تدعونا للتفكير قليلا، لانه هي بتتماس مع المناطق العميقة فينا، وبتدعونا لطرح اسئلة حقيقية عن الوجود وعن الدين وعن الحب. بس انا بكتب لانه ما هو دي الحاجة اللي انا بعرف اعملها. لا يبقى الا التدوين، الا الكتابة، ومن يكتب لا يموت.